أيضا استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء في إطار حرص الجانب الفرنسي على إطلاع الرئيس على نتائج جولته الإقليمية خلال الأيام الماضية، وذلك في ضوء المساعي الدولية لتهدئة الأوضاع في المنطقة واهتمام الجانب الفرنسي بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد، اتصالا بالعلاقات الوثيقة بين البلدين والدور المحوري لمصر على المسارين السياسي والإنساني لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتوصل لوقف لإطلاق النار وحماية المدنيين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة. سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي في جولته الإقليمية، ونحن نعلم أن فرنسا كقوات يعني أو كجيوش ملهاش تواجد قوي في المنطقة بتاعت فلسطين وغزة، يمكن لو بنقول التهديد ممكن نتكلم على لبنان، يعني لو احنا هنتكلم بقى في جولته الإقليمية و و و وفي مناوشات بتحصل في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. شايف انه وجود سيباستيان لوكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسي ولقائه مع السيد الرئيس، خاصة انه بيطلع السيد الرئيس بنتائج جولته، نتائج جولته يعني هو كان جايب حاجة او عايز حاجة؟ هو طبعا احنا لو شفنا ده بقى استكمال للحديث او الاتصال الهاتفي بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي ماكرون، لكن على الارض اتصال هاتفي، لكن على الارض وزير القوات المسلحه الفرنسيه بالتاكيد جاي في جوله، جاي بيحمل رسائل زي ما حضرتك قلتي. هو الهدف عنده لبنان وعدم التصعيد في لبنان بشكل كبير والحوار في هذا الاطار، لان لو حزب الله دخل طرف في هذا الصراع بشكل مباشر هيؤثر بشكل كبير على الاستقرار داخل لبنان، واحنا شفنا قبل كده اكثر من مرة في الصراع لما تم بين اسرائيل وبين حزب الله تأثر الداخل اللبناني بشكل كبير. في الوقت الحالي لبنان اقتصاديا متأثرة جدا، امنيا هي عندها مشاكل كبيرة جدا، فيجب ان لبنان يتم تحييدها او يتم تحييد حزب الله بشكل اساسي علشان ما يحصلش اي تطور في الازمة هيزود الصراع وهيزود الأزمة في المنطقة ككل، وده اللي حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الأزمة، قال لو في حالة اتساع الصراع هيؤثر بشكل كل ما طال الصراع هتؤدي لحرب إقليمية، هتؤدي لحرب إقليمية نعم. هتأثر فيها دول كتيرة جدا. لهذا السبب أعتقد أن الزيارة طبعا كانت زيارة مهمة وجولة مهمة من وزير القوات المسلحة الفرنسية. احنا عارفين ان في تنسيق وتكامل كبير جدا بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الفرنسية منذ فترة طويلة، في تدريبات، في تسليح، لكن على الجانب الآخر أيضا التنسيق من أجل التنسيق الأمني في المنطقة، وده شيء مهم جدا في الوقت الحالي. صحيح.